انسانه نبيله وتقدرين تحملين اكثر من هذا.
يعني انا عرفتك من 6 سنوات عباره من اول ليله بزواجنا. قولي لي من ذاك اليوم لليوم كم هوشه بهوشه، كم مشكله بمشكله، وصيحه وصراخ مع امي. يعني صرت متعوده على الشيء هذا الله يهداك؟ وعلشان انا متعوده على هالشيء يعني تخليها كذي تسوي فيه ولا تفهمه ولا تقول له اي شيء؟ يا بنتي انت تدري ان هذه امي وانا ما احب اخدر خاطرها. يا سعود هذه امي وانا زوجتي، خالد بالروضه والثاني هني. هني؟ اي لا تقولي والله العظيم. خل اشوفها. والله العظيم. والله العظيم. ليش؟ امك. امي راح تجيب المصحف علشان حلف. والله يا سعود والله العظيم اني ما قلت لها شيء ولا سويت لها شيء. عمري وانا قلت لك ليش قلتي لها شيء؟ بس يلا يلا روح حط الغدا يلا. يلا. تحب والله ابتسامه؟ أخي مو هذا اللي قاطع قلبي، هذا اللي ذابحني. تعال تعال ما لقيت المصحف، ما لقيت المصحف، والله لا لاقيح المصحف. ذمتي ما خليها السعلوه هذه تشذبني. مي حالك هذه. شوف يا سعود انا بحاكيك والله والله والله، اذا ما تشحت الحين من البيت قدامي يا يحرم علي دشه البيت مثل ما تحمقت على اليهود. وانا حتى لو ما لحد اروح اشتغل وعيش لي. استغفري استغفري مو تعوذي من الشيطان. ماكو فايده يا انا هيك يا بالبيت. يمه ماكو فايده. انت تعرفين الكلام اللي قلتيه؟ اي اعرفه. خو ماني مجنونه ولا انا مشويه على راسي. بس هذا كلام خطير. خطير؟ اي والله العظيم. اشوفك كنك وياها. لا بس. اي شوف انا رايحه والبريه الخليه منك ليوم الدين. سمعي كلامي يمه ارجوك بس. شكلك شو اسمع كلامك؟ اسمعي ايش بمين ايش بقول؟ خلني ماكو فايده انت تحبها. لا يما الله يهداك شو اسمك؟ خلني ايش اخلي فيك؟ وين تروحين؟ اروح؟ اروح اشتغل اعيش نفسي. المثل يقول اكل كره واشرب كره ولا تاكل تلفزيون كره ليله. بس هي ما بدري هذه مين كره؟ بدري اخوش بنيه وتحبك والله تحبك يما صدقين. حبتها القراده قول امين. منين تحبني هذه؟ هذه تشوف العماله تشوفني. لا يلا عاد خلني استر علي خلني اروح. شوفي يمه لا تطبق السمع القاع وانت طالعه من البيت. اي يلا تحكي قدامي. يمه اطلقها؟ اي طلقها. انت بنت مثل القمر اي حلف. بس يمه هذه مو اشوف عاد ما لك حكي. يا ما طلقها يا انا هذا انا طالعه. كلمه واحده قدامي يلا. يلا. وش فيكم وقفتوا؟ وين بيطيع على هالويل؟